ولو قال قائل الصحابة رضي الله عنهم لما كتب إليهم خالد بأنه وجد رجلا يعلو على رجل يعني اللواط، فاتفق الصحابة على أن يحرقوا، فكتب أبو بكر إلى خالد أن يحرقوا. هذه لا تصح، لأنها من رواية صفوان ابن سليم وهو تابعي عابد ثقة، ولكن كما قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ذكر أنه وهو صفوان ابن سليم لم يرى أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أبا أمامة وعبد الله ابن بصر كما ذكر ذلك السختياني. ولما ذكر هذه القصة أو هذا الأثر الشوكاني في نيل الأوطار قال فيها إرسال، ولذلك قال البيهقي هي مرسلة يعني ليست ثابتة يعني ضعيفة. وما ورد أنهم قتلوا ثم حرقوا فهي أيضا رواية مرسلة ولا تصح. سلمنا بأن تلك الآثار صحيحة، فقد قال ابن قدامة كما في المغني وذكر ذلك غيره قال وبعد هذه الآثار لم يرى خلاف بين العلماء في تحريم هذا الفعل، ونقل الإجماع غير ابن قدامة رحمه الله.